بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية في الحياة في مصر، وضيفت الكريمة اللي مشرفاني بالتأكيد في الاستوديو، ليها دور كبير في مناقشة كل ما يخص الشأن العربي المهموم بالتأكيد، سواء في قضايا الإرهاب الداخلي وكمان الإرهاب القادم من دول الجوار. كمان هنتكلم عن دور الإعلام في التنوير، وهنناقش طبعا مشاكل منطقتنا العربية وهنعرف رأيها فيها بالتأكيد. اسمحوا لي أرحب بضيفة الكريمة اللي بتشرفني بالتأكيد في الاستوديو، سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، مشرفاني يا سعادة السفيرة. الله يخليك، شكرا. بصراحة حضرتك بالتأكيد معهودة، شايفة إزاي وضع عالمنا العربي الحالي ووضع الجامعة العربية؟ سؤال مبدئي. يعني سؤالك بجاوب بعض، يعني الوضع الجامعة هو مرآة لوضع المنطقة العربية، يعني لأن الجامعة هي جامعة الدول العربية، جامعة حكومات. طبعا الوضع العربي، المشهد العربي واضح أمامنا، يعني مشهد حزين بصراحة. يعني الأزمات منتشرة في العديد من الدول العربية، وأزمات يعني لها سنوات، يعني سواء ما نشهده في الدول العربية، في ليبيا، في سوريا، في وما نشهده ما باليمن وغيرها من الدول، يعني في عنا أزمات حقيقية موجودة، وهي عم بتأثر على، ليس فقط على الدولة نفسها، يعني لا نقول إنه هاي الأزمة في سوريا تؤثر فقط على سوريا، إنما تؤثر على دول الجوار، على المنطقة العربية ككل طبعا. تأثر على منظومة ليس فقط السياسية إنما أيضا التنموية، لأنه كثير من مشاريع التنمية توقفت بالعديد من الدول العربية أو عادت شوي للوراء بسبب مختلف، منها مكافحة الإرهاب. يعني حضرتك في بداية حديثك قلت إنه إحنا رح نتحدث كمان عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب سواء كان بالداخل أو بالخارج. لا شك إنه على سبيل المثال إذا أخذنا مصر، يعني مصر عم بتكافح الإرهاب وبنفس الوقت هي بتعمل تنمية، لكن لا شك إنه هذا مكافحة الإرهاب لا شك إنها بتعيق في لحد ما مشاريع التنمية، بالرغم إنها هي سايرة فيها، لكن أخذت منها جهد كبير لمكافحة الإرهاب طبعاً في الداخل. فطبعا واضح إنه إحنا عنا مشاكل كلها مرتبطة مع بعضها البعض، يعني لا نستطيع أن نقول هي يعني مشاكل تقود واحدة للثانية. يعني إذا كان مشكلة أزمات أو نزاعات موجودة في المنطقة عم بتأثر على المنظومة ككلها، يعني حال جامعتنا العربية مرتبط بحال دولنا العربية، طالما دولنا العربية في وضع مع الأسف يؤسف له حاليا، برضو جامعتنا العربية هتكون مرآة بهذا الشكل وهتكون ضعيفة. هي احنا لا نقول ضعيفة، لا نقول، يعني انت اذا وضعت هذه الجملة طبعا انا اعترض عن اللي بتحكيه. لا نقول انه الجامعة ضعيفة، اذا قلنا ضعيفة خلينا نقفلها، وفيش هالبيت اللي بيجمع العرب ضل نقفله، يعني احنا هذا المكان اللي هو بيلتقي فيه العرب. شوف اقول لك، اختلفوا او ما اختلفوا، او في بعض الاحيان بيختلفوا، في بعض ومعظم الاحيان بيجتمعوا في عنا مكان موجود العرب كلاتهم بيلتقوا فيه. اذا خلينا نقول احنا بعقلنا هيك قمنا الجامعه وقفلناها، وين في مكان تلتقي فيه الامه العربيه كلها والدول العربيه؟ لا يوجد مكان اخر. احنا بنسميه بيت العرب لانه هو البيت اللي مجتمع فيه، سواء كان اختلفنا او اتفقنا احنا مجتمع فيه. فمن الضروري، ده شيء كويس، ده شيء كويس في البدايه بالتاكيد، ان مهما كان في صعوبات او في مشاكل ممكن تحصل بين الدول العربيه بعضها البعض، لكن بيجوا البيت العرب بيجمعهم كله. بالظبط. بعدين حضرتك لما بتحكي دائما احنا بنحكي على الاطار السياسي لجامعه الدول العربيه، كانه جامعه الدول العربيه هي فقط مجلس الجامعه اللي بيتخذ قرارات سياسيه، وبننسى دورها التنموي. يعني جامعه الدول العربيه بتقوم بدور تنموي كبير، وعندنا الاعلام على طول بتحدث عنها، سواء كان بالجانب الاقتصادي او الجانب الاجتماعي او التربوي والتعليمي او الجانب التعليمي او جانب الامن القومي، او يعني في عندنا احنا قطاعات عديده بتعمل على مدار الساعه زي المنحله مثل ما بقول. ولكن اللي ظاهر دايما للمواطن العربي واللي بيامل فيه ان هو يرتقي هو الجانب السياسي. انا اقول لك شغله، اتفضلي. هلا اطلع على الامم المتحده، الامم المتحده يعني منظومه ضخمه جدا. طبعا احنا عايش بنطلع دائما على مجلس الامن. صح. فقط يعني ننظر مجلس الامن بيبدو الناس يتحدثوا انه الامم المتحده ماذا تقوم من عمل، شو صحيح. بتعمل، شو بتساوي. مجلس الامن هو الجهاز موجود، لكن في
أجهزة بالأمم المتحدة كبيرة جدا تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والطفولة والمرأة وغيرها. يعني هاي الأجهزة كلياتها بننسخها وبنشيلها وبنقول للأمم المتحدة بتشتغل من شيء، لأنه المواطن عندنا فقط بتطلع من لينسز، يعني من منظار واحد اللي هو المنظار السياسي. ممكن القضايا